خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي والمتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتحديد استاد مختار التتش عشان نطمن من خلاله على آخر استعدادات النادي الأهلي لمواجهة الغد الهامة جدا أمام سموحة. يا فاروق مساء الخير. مساء الخير زميلي العزيز أمير هشام، كل التحية ليك أمير وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا فاروق، طمنا على استعدادات الأهلي الأخيرة لمباراة بكرة، حطنا في كل الأجواء والكواليس اللي بتتعلق بمران الأهلي الأخير النهاردة. سريعا كده يا امير قبل ما يعني ما ندخل في استعدادات الفريق لمباراه سموحه، انا عايز اخد من كلامك نقطه مهمه جدا انت اثرتها في غايه الاهميه، ودي كانت نقطه من النقاط اللي مستر بيتسو موسيماني اتكلم فيها مع اللاعبين، قال لهم بالظبط كده يا امير خلينا نحط كل خطا في او كل امر في حجمه الطبيعي، ما نكبرش الامور. بعض الناس اللي خرجت قالت لك اللعيبه بتلوم بعضها، ما فيش الكلام ده يا امير، ما لوم من اللاعبين، خلاص اللاعبين انت عارف كم الخبرات اللي عند لعيب النادي الاهلي واسماء اللاعبين واوضه اللبس ودره، خلاص المباراه بتنتهي، الخطا بينتهي، خلاص بنبدا نركز في الحلقة القادمة. ده كان كلام مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين حتى بالامس امير، خلاص قال لهم مباراة وانتهت بكل ما فيها بايجابياتها بسلبياتها. النهارده الراجل مستر بيتسو موسيماني عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، اهم النقاط اللي هو اتكلم فيها يا امير اتكلم على ضرورة استغلال انصاف الفرص، قال احنا مقبلين على مباراة مهمة جدا، هي مباراة النهائي الافريقي، مش عايز اتطرق ليها لان انا عندي بطولة دوري، انا برضو مطالب فيها ان انا بحافظ على الدوري، لكن انا بطالبكم ان احنا مقبلين على مباريات لا تحتمل ان انا اهدر الفرص تباعا، طالب اللاعبين بضرورة التركيز من أول الدقيقة الأولى لحد الدقيقة 90، ضرورة استغلال كل الفرص، وطالب اللاعبين أيضا أنا مش محتاج أكسب 2 و3، أنا محتاج أكسب قادر إن أنا أجيب في الملعب 2 و3، أجيب 2 و3 و4، طالب اللاعبين بشدة التركيز. يعني عقب المحاضرة الفنية انطلق المران سريعا يا أمير، اللاعبين خلاص طووا صفحة مباراة بيراميدز، الجميع بيركز في مباراة سموحة المقرر إقامته غدا على استاد الإسكندرية في تمام الساعة 9. النقطة الأهم كمان يا أمير النهاردة في تدريب النادي الاهلي ان هو دايما موجود في الميعاد، موجود في ظهر اللاعبين، النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي موجود النهارده مع اللاعبين في المران، بيقول للاعبين انا في الفرح معاكم، في التعادل، في اي شيء انا موجود معاكم، ودي نقطه مهمه. انت عارف يا امير النقطه دي بالذات عند الكابتن الخطيب ما بتحتاجش ان هي طلب من الكابتن، الكابتن موجود بيوجه رسائل اللاعبين، ودوره واهميه وجود الكابتن الخطيب مع اللاعبين ليها امور كتير جدا. عايز برضه اطمنك على ايمن اشرف يا امير، ايمن اشرف طبعا كان غياب عن اللقاء الاخير للحصول على انذار الثالث، من المقرر ايضا ان هيغيب بدر بنون لحصول على انذار ثالث في مباراه النقطه دي مهمه بتاعت بدر بنون دي يا فاروق، لان احنا ما شفناهاش في التلفزيون، يعني الناس اللي كانت بتتفرج على الماتش في التلفزيون ما شافوش ان بدر بياخد انذار ولا حاجه، فدي نقطه مهمة. وتأكيد منك ان بدر مش هيلعب المباراة الجاية بسبب الإيقاف، حصوله على الإنذار الثالث صح؟ بالظبط يا امير، حصول على انذار الثالث في مباراه بيراميدز، بدر بانون هيغيب عن اللقاء الغد. ايضا عايز اطمنك على محمود وحيد اللي كان يعني اشتكى من كدمه بالامس ولم يستكمل المران الامس، النهارده محمود وحيد بطمنك بيأدي المران والامور كويسه بالنسبه لمحمود وحيد، رجع تاني لمحمود وبيستأنف مع الفريق تدريباته وبيكمل المران النهارده، ايضا موجود في التقسيمه الاساسيه، بنشوف محمود متولي، بنشوف كريم نيدفيد، ايضا محمد هاني بيواصل برنامجه التأهيلي. خلال اللحظات يا امير المران هينتهي، هيعلن مستر بيتسو موسيماني القائمه اللي هيتسافر ان شاء الله لدخول الفريق لمعسكر مغلق استعدادا لمواجهه سموحه باذن الله غدا في مباراه طبعا نتمنى فيها الفوز لفريق النادي الاهلي ومباراه مهمه جدا باذن الله يا امير. باذن الله فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره قال لنا كل الاخبار والتفاصيل اللي تتعلق باستعدادات الاهلي الاخيره لمباراه سموحه، وطمنا منه على امور كتيره جدا، غياب بدر بنون يتعوض، عندنا ايمن اشرف موجود، عندنا رامي ربيعه موجود، كمان ياسر ابراهيم، ما شاء الله عندنا قائمه مميزه جدا من اللاعبين، ان شاء الله يكونوا موفقين بكره في مباراه سموحه.